نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، السلام عليكم. والبداية بالعناوين مع الزميل غسان. مصرع قيادي حوثيين ومرافقيه جنوب مأرب والجيش الوطني يغتنم آليات ومدرعات حربية. الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة غرب محافظة تعز ومصرع وجرح حوثيين بنيران الجيش شمال الضالع. إصابة امرأتين وطفلة ورجل بشظايا قذائف حوثية استهدفت مدينة حيس جنوب الحديدة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى أسرة العميد سيف عبد الرب الشدادي قائد اللواء 159 مشاة الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال والتضحية والعطاء لخدمة وطنه ومجتمعه. وأشاد فخامته بمواقف وبسالة وتضحيات العميد الشدادي في مواجهة الميليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران، لافتا إلى أدواره المشرفة كما هي كانت لوالده الشهيد العميد عبد الرب الشدادي مع بقية أبطال الجيش الوطني في تقديم التضحيات دفاعا عن الثورة والجمهورية. وأكد أن المؤسسة العسكرية فقدت برحيله قائدا عسكريا شجاعا ومقداما مخلفا مآثره وتاركا بصماته في مختلف الجبهات وما يدين الشرف والفداء للانتصار لمشروع اليمن الاتحادي وهزيمة مشاريع الظلام والكهنوت. وعبر فخامته عن صادق العزاء وعظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد وأقاربه ولجميع أبطال القوات المسلحة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى أسرة العميد سيف عبد الرب الشدادي قائد اللواء 159 مشاة. وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب وبطولات العميد الشدادي مع إخوانه من أبناء الجيش الوطني وما مثلوه من قيادة وجندية واستبسال في سبيل استعادة الشرعية والدفاع عن الجمهورية والثورة. وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وكافة آل الشدادي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقيات عزاء مماثلة لأسرة الفقيد الشدادي، معبرين عن بالغ حزنهم لرحيله في وقت كانت اليمن بأمس الحاجة لأمثاله من القيادات العسكرية الوطنية والشجاعة. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد أحمد العلواني والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي. وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وإسهاماته في قطاع التربية والتعليم وتطوير العملية التعليمية، إضافة إلى جهوده في الجانب السياسي والاجتماعي والخير وإصلاح ذات البين. وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وكافة آل العلواني، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث نائب رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ موسى محمد العامري والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني. وأشاد نائب الرئيس في البرقية بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والتربوية وإسهاماته الاجتماعية والخيرية، معبرا عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل العامري، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. في سياق آخر، أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة
للاطلاع على المستجدات والأوضاع المختلفة في المحافظة. وسمع نائب الرئيس خلال الاتصال إلى الجهود المبذولة في تلبية احتياجات المواطنين وتفقد أحوالهم وأوضاعهم خلال شهر رمضان المبارك، مهنئا قيادة السلطة المحلية وأبناء المحافظة والمقاتلين الأبطال بهذه المناسبة الدينية العظيمة. وحيى نائب الرئيس الملاحم والبطولات الخالدة للمقاتلين الأبطال في جبهات العزة والشرف وردعهم لاعتداءات الميليشيا الإنقلابية الإيرانية الإرهابية، مؤكدا بأن هذه الملاحم والتضحيات الجسيمة لأبناء اليمن وأبطال الجيش والمقاومة ستفتح صفحة للنصر والعزة والكرامة والجمهورية الخالدة، وستطوي صفحات القهر والكهنوت والدجل. واطمأن نائب الرئيس على أحوال النازحين في المحافظة جراء الاعتداءات الجبانة من قبل الميليشيا الإنقلابية، مشيرا إلى أن مأرب التاريخ والحضارة ستظل عند مستوى الولاء والوفاء لله والوطن والثورة والجمهورية. من جانبه رفع محافظ المحافظة تهاني أبناء المحافظة للقيادة السياسية بحلول شهر رمضان وللنصر شهر رمضان المبارك، منوها إلى جملة من القضايا المرتبطة بالمحافظة وفي مقدمتها استبسال الأبطال وتكبيدهم للميليشيا الإنقلابية خسائر فادحة وتلقينها الدروس اللازمة جراء الأعمال الطائشة تجاه المدنيين والنازحين. نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة العميد سيف عبد الرب الشدادي قائد اللواء 159 مشاة الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالتضحية والنضال في خدمة الوطن. وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها إلى أن الفقيد الشدادي كان أحد القادة المخلصين الذين خلدوا مواقف شجاعة وتاريخا عريضا من البذل والفداء، ووقفوا ببسالة وإباء في وجه ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، وقدموا تضحيات عظيمة دفاعا عن الثورة والجمهورية. وكان الفقيد أحد القادة الأوفياء الذين نذروا حياتهم في سبيل الوطن والذود عن المكتسبات والثوابت الوطنية، وقد وقف بشجاعة نادرة في مقدمة الصفوف وقاتل بإقدام وثبات إلى جانب أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وشارك في قيادة العمليات القتالية لتحرير عدد من المواقع والمناطق. وكانت له صولات وجولات في منازلة الميليشيا الحوثية مرابطا ومقاتلا في ميادين الفداء، ولم يتوانى للحظة عن تلبية الواجب الوطني والقتالي، وظل شامخا بأفعاله وأخلاقه حتى توفاه الأجل. كما كان الشدادي مثالا نادرا للقيادة والجندية والاحترافية والإخلاص في كل المناصب التي شغلها والمهام التي تولاها في حياته النضالية. وقد خسرت القوات المسلحة وخسر الوطن برحيله واحدا من الضباط البواسل الذين أوفوا بالعهد والقسم، وكانت له بصمات متميزة في بناء وتطوير القوات المسلحة، وستبقى مواقفه وبطولاته مدرسة إلهام للأحرار ووسام شرف على جبين الشرفاء ومحل فخر لكل الأجيال المتعاقبة. ونوه البيان بأدواره في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين، وسطر إلى جانب أبناء أسرته وقبيلته مواقف شرفة لمواجهة الإمامة ومخلفاتها والتصدي لميليشيا الخراب والإرهابي والانحياز للمشروع الوطني الجمهوري والخيارات الشعبية وفداء الوطن بخيرة الرجال وأزكى الدماء. وعبرت وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة عن صادق العزاء وعظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد وأقاربه ولجميع أبطال القوات المسلحة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن خلال النصف الأول من أبريل الجاري 2021 التي نشرها المجلس الاقتصادي الأعلى تؤكد من جديد أكذوبة الحصار وافتعال ميليشيا الحوثي الإنقلابية أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها لإنعاش السوق السوداء التي تديرها ونهب المواطنين لتمويل ما تسميه بالمجهود الحربي. وأوضح أن المؤشرات تؤكد أن كميات الوقود المتدفقة إلى اليمن في النصف الأول من أبريل 276,503 طن متري، وهي تلبي متوسط الاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق اليمن لمدة 20 يوم، وأن 70% منها تم نقلها برا لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية بمتوسط يومي 12,000 طن متري. وجهتها الميليشيا للسوق السوداء، وأشار الإرياني إلى أن مؤشرات تدفق الوقود أكدت
أن 56,856 طن تم توريده من الموانئ المحررة بواسطة شركات وتجار إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وأن 150% هي نسبة الزيادة التي تفرضها الميليشيا في أسعار الوقود بمناطق سيطرتها، وتفرضها عن طريق السوق السوداء التي تديرها بعد أن جففت السوق الرسمية. وأكد استخدام ميليشيا الحوثي الملف الإنساني كورقة لتضليل وابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية واستمرارها في افتعال أزمة المشتقات النفطية والمتاجرة بالأوضاع والمعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية وتنفيذا لسياسات الإفقار والتجويع الممنهج بحق المواطنين. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج تخصيص منحة إضافية طارئة لتوفير اللقاحات الخاصة بمواجهة تفشي جائحة كورونا المستجد. وتطرق اللقاء الذي عقد افتراضيا إلى أهمية العمل والتنسيق المشترك بين البنك والحكومة في تخصيص ما تبقى من محفظة 19 في المشاريع الأولوية وتعزيز الدراسات والتحليلات في القطاعات الرئيسية، وكذا سبل التعجيل بإطلاق المنصة الائتمانية متعددة المانحين لدعم قطاعي الموانئ والطرقات وتطلع اليمن لمزيد من الدعم وحشد الموارد من خلال المحفظة 20 القادمة لمؤسسة التمويل الدولية، وبما يعزز دور البنك في التوجه نحو العمل التنموي وفقا لأولويات الحكومة في إحداث التوازن بين العمل الإغاثي والتنموي. وفي اللقاء أكد الوزير باذيب على أهمية دعم مجموعة البنك الدولي لليمن في إحداث أثر في التغلب على تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية التي تمر بها بلادنا، وكذا تعويل اليمن على التدخلات العاجلة لمجموعة البنك الدولي، وبما يتماشى مع الأولويات العاجلة للحكومة في التوجه نحو إحداث توازن بين التدخل الطارئ والإغاثي ومن جهة ومشاريع التعافي والتنمية من جهة أخرى. من جهته أوضح فريد بلحاج أن البنك الدولي يولي اهتماما كبيرا لليمن وأن العمل جار على حشد جميع الموارد المتاحة للمحفظة القادمة، وأن فريق البنك الدولي مستعد لاستئناف أعماله في اليمن في القريب العاجل، وبمجرد رفع حظر السفر المفروض على الدول بسبب الجائحة، لافتا إلى منحه أو إلى منحة طارئة إضافية بمبلغ 19 مليون دولار مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع المملكة المتحدة لمواجهة تفشي جائحة كورونا في اليمن ورفع مستويات الاستجابة وتوفير اللقاحات. بدوره أشار عميد مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، أشار إلى أن التوازن المطلوب بين الإغاثة والتنمية والمطروح من قبل وفد الحكومة هو مطلب مشروع ويدخل ضمن استراتيجيات البنك على المدى المتوسط والطويل، ويحقق أحد أهداف البنك في مكافحة الفقر ودعم الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددا على أهمية العمل مع الحكومة لرفع قدرات المؤسسات الحكومية وتعزيز دورها المطلوب في المراحل المقبلة. في الشأن الميداني، حيث لقي قيادي بارز تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه مع عدد من مرافقيه بنيران أبطال الجيش الوطني جنوب محافظة مأرب. وذكرت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني كسرت هجمات انتحارية للميليشيا الحوثية على جبهتي الكسارة ومراد جنوب مأرب. وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من دحر الميليشيا عقب معارك أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا الحوثية بينهم القيادي الحوثي المدعو عبد الوالي عبد الله الوعوضي، في حين غنمت قوات الجيش الوطني آليات ومدرعات حربية. يذكر أن الميليشيا الحوثية تكبرت خلال الأيام الماضية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. حررت قوات الجيش الوطني مواقع جديدة بعد مواجهات أسفرت عن مقتل وأصابة العديد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية غرب محافظة تعز. وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية هاجمت مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مقبنة، وأدى الهجوم إلى تحرير تبة الشيكي وقرية زبيدة وسط انهيارات في صفوف الميليشيا الانقلابية. تصدت قوات الجيش الوطني لهجوم شنته الميليشيا الحوثية الإرهابية على قطاع حجار باب غلق شمال محافظة الضالع، وأفشلت قوات الجيش الوطني محاولة التسلل الحوثية، حيث نجحت في إسكات مصادر نيران الميليشيا الحوثية ودخلت معها في اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت المواجهات عن مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي إلى جانب فرار أعداد أخرى منهم. أخمدت القوات المشتركة التحركات لميليشيا الحوثي في محيط جولة سيتي ماكس ومعسكر الدفاع الساحلي داخل مدينة الحديدة،
وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أفاد مصدر عسكري أن القوات المشتركة تمكنت من إخماد تحركات الميليشيا الحوثية في محيط جولة سيتي ماكس ومعسكر الدفاع الجوي داخل مدينة الحديدة عقب محاولة الميليشيا اختراق الخطوط الأمامية. وأضاف المصدر أن القوات المشتركة كبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة تمثلت بمصرع وجرح عدد من عناصرها وتدمير آليات تابعة للميليشيا الإنقلابية. كما استهدفت القوات المشتركة تحصينات للميليشيا الحوثية شمال مدينة حيس بمحافظة الحديدة. وقال مصدر عسكري إن القوات المشتركة نفذت ضربات مركزة على مواقع وتحصينات الميليشيا الحوثية شمال مدينة حيس، والتي تستخدمها الميليشيا لقصف المدنيين في مدينة حيس، مؤكدا أن مدفعية القوات المشتركة تمكنت من تدمير مرابض مدفعية تابعة للميليشيا بعد أن تم رصدها بدقة. وتأتي هذه الضربات ردا على جريمة قصف الميليشيا الحوثية لمنازل المواطنين العزل في مدينة حيس، والذي أدى إلى إصابة امرأتين وطفلة. أصيبت امرأتان وطفلة بشظايا قذائف مدفعيات أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على مدينة حيس جنوب الحديدة. وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي قصفت منازل المدنيين في مدينة حيس بعدد من قذائف الهاون الثقيل وبصورة عشوائية، ما أسفر عن إصابة امرأتين وطفلها أثناء ما كانوا يتحضرون لتناول وجبة الإفطار داخل منزلهم. وأفاد مصدر طبي أن ضحايا القصف الحوثي هن مهدية محمد ياسين البالغة من العمر 35 عاما وتيسير سلمان حساني 25 عاما والطفلة ريماس علي سلمان البالغة من العمر 9 أعوام. في غضون ذلك أصيب مواطن برصاص ميليشيا الحوثي في التوحيتة بعد ساعات من قصف الميليشيا مدينة حيس، لتضاف هذه الجرائم إلى سجل الميليشيا الحوثية الحافل بالجرائم والدم. الآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين.
مسرع قيادي حوثي ومرافقيه جنوب مأرب، والجيش يغتنم آليات ومدرعات حربية. الجيش يحرر مواقع جديدة غرب محافظة تعز، ومسرع وجرح حوثيين بنيران الجيش شمال الضالع. إصابة امرأتين وطفلة ورجل بشظايا قذائف حوثية استهدفت مدينة حيس جنوب الحديدة. هذا كان كل شيء في نشرتنا الأخبارية مشاهدنا الكرام، نلتقي نحن وإياكم في نشرة أخبارية قادمة. حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بألف خير، إلى اللقاء. في أمان الله.